أول حصة في برنامج الميداس جي تي اس ان اكس 2019. الجي تي اس ده اختصار لجي تكنيكال اناليسيز سيستم، خد حرف الجي والتي والاس، والان اكس ده اختصار نيو اكسبيرينس. بيقدم الكورس مهندس محمد مجدي، حاليا في مرحلة الدكتوراه، ودي وسائل الاتصال او التواصل. اول محاضرة هي مقدمة عن البرنامج. ايه هي مميزات البرنامج؟ البرنامج مميزاته ان هو بيتعامل مع التحليل الاستاتيكي الاستاتيك اناليسيس، وبيتعامل مع اتزان الميول، وبيتعامل مع الديناميك اناليسيس اللي هو التحليل الديناميكي احمال الزلازل، والسيبي اناليسيس اللي هو السريان اللي بيحصل في التربه، والمرحله اللي بعد كده الاستريس سيفج اللي هو تاثير السريان اللي بيحصل على الاستريسز اللي موجوده. ومن مميزاته كمان الكونستراكشن ستيجز، ان هو بيقسم مراحل الانشاء للحاجه اللي موجوده عندنا زي ما هنشوف بعد كده في الشرح. كمان من مميزاته ان هو متطابق مع برنامج الكاد، يعني اقدر اصدر دي اكس اف، اقدر اصدر رسمه من الاوتوكاد ليه على طول وابدا اشتغل عليها، ودي ميزه مهمه جدا ولطيفه جدا. انت تقدر ترسم الموديل بتاعك على الكاد اللي هو طبعا سهل في التعامل جدا، وبعد ما تخلص الموديل بتعمل له امبورت على البرنامج وتبدأ تشتغل عليه. كمان من ضمن المميزات اليوزر فريندلي انترفيس، يعني الشكل بتاعه شكل بسيط وشكل تقدر تتعامل معاه بكل سهولة، وشكل فيه كل الامكانيات افضل من كتير من البرامج اللي موجودة للاناليسز او الموديلنج اللي احنا اشتغلنا بيها او الناس اشتغلت بيها قبل كده. كمان عنده ميزة ان هو بيعرف يتعامل مع الابليكيشن او الحاجات البرامج الاخرى للميداس. ميداس فيه كذا برنامج وكل حاجة مختصة بحاجة معينة، فهو يقدر يتعامل مع كل الفيرجن. طيب وبعد كده المواد المتاحة ان انا هعرف اوصفها جوه البرنامج، ففي جزئين، جزء الالاستيك وجزء البلاستيك. الالاستيك زي ايه؟ اهم حاجة فيهم اللي هو اللينير الاستيك ايزوتروبيك، ان المادة بتاعتي لينير زي تعريف الخرسانة او تعريف الستيل، والباقي كل واحد على حسب تخصصه، فهو اهم حاجه هو الاولاني. حاله البلاستيك طبعا في كل المودلز دي اللي تعرف تعرف بيها الماتيريال بتاعتك، بس من اهم الحاجات اللي موجوده الناس بتشتغل بيها في الجي تكنيكال المور كولم والموديفايد كام كلي والهوك براون. المور كولم ده ممكن استخدمه للطين والرمل، الموديفايد كام كلي من اسمه كلي بستخدمه للتربه الطينيه، بستخدم في توصيف التربه الطينيه. الهوك براون ده من مميزاته ان هو بيستخدم في تعريف التربة الصخرية. طيب الاحمال، شكل الاحمال اللي عندي، قال لك عندك اتنين اوبشن للاحمال، لا اما تشتغل احمال استاتيكية من ضمنها الوزن بتاع المنشأ ان هو بياخد، او الوزن بتاع التربة اللي انت موصفها بياخد تأثير الوزن، concentrated load اللي هو الحمل المركز والمومنت، وممكن توصف displacement في البداية، البريشر لود اللي هو الحمل على مساحة كضغط الووتر بريشر ضغط المياه اللي موجود، وكل اللي موجود بالشكل ده. طيب في حاجة تانية، نوع من الأحمال اللي هو الديناميك لود، الأحمال الديناميكية زي ايه؟ الجراوند اكسلريشن اللي هو حمل الزلزال بعرفه في صورة اكسلريشن. كمان في حاجة مهمة اللي هي الديناميك بلاست، الناس دلوقتي متجهة في الموديلنج ليه ان هو يشتغل أحمال انفجارات كتير، فهو بيوصف البلاست الانفجار اللي بيحصل وايه تأثيره. طبعا في توصيف تاني زي الريل واي اللي هو القطر القطر او حمل القطر اللي موجود عندي. طيب ايه كمان مجالات استخدام البرنامج؟ ممكن استخدم البرنامج ده في ايه؟ استخدمه في التانلز في الانفاق بانواعها المختلفه، استخدمه في السلوب ستابيليتي اللي هو اتزان الميول بانواعها المختلفه زي ما هنشوف بعد كده. الفاونديشن الاساسات، اي نوع اساسات تقدر توصفها على البرنامج ويقدر يطلع لك كل الستريس اللي انت عايزها والديسبيسمنت، يعني الحاجات اللي انت هتشوف بيها الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. انت طبعا عندك الديسبيسمنت بتاعك الالاوبل طبقا للكود او اي كود انت شغال بيه كذا، فبيطلع لك الديسبيسمنت، هل الديسبيسمنت دي في الالاوبل ولا مش في الالاوبل؟ الالاوبل اوكي، مش في الالاوبل، حضرتك تشوف بقى تعمل ايه زي ما هنشوف بعد كده. الاكسكافيشن ريتيننج وول اللي هو الساند جانب الحفر، يعني انا طبعا بحفر فممكن اعمل ريتيننج وول، ممكن اعمل دفرام وول، ممكن اعمل انواع من البايلز كتير، سكند بايل، تانجنت بايل، كل ده ممكن توصفه في البرنامج.
كمان الكونسوليديشن التسلل اللي بيحصل للتربه الطينيه، ان الميه بتخرج من التربه الطينيه على مراحل كبيره جدا او مع وقت طويل جدا، فهو بيقدر يوصف ده على البرنامج الامبانكمنت، السدود الترابيه اللي موجوده. كمان شغل الهيدروليك، الميه والسريان والسيبي زي ما احنا قلنا في البدايه. من اهم التطبيقات في الطبيعه ومن اشهرهم، طبعا في تطبيقات كتير جدا للبرامج بتاعه الميداس، بس من اهم التطبيقات اللي موجوده طبعا كلنا عارفين برج خليفه، وده موجود في الامارات وده اعلى برج في العالم. فالجزء ده تم، او الشغل بتاعه تم، البرنامج الميداس، فبالتالي هو من احسن البرامج. وبكده تكون المحاضره الاولى انتهت. المحاضرات اللي بعد كده هنبدأ نمسك ازاي نتعامل مع البرنامج، وايه القوائم اللي انا اشتغل عليها، وازاي اعمل موديلنج لحاجات معينة، ومع الوقت ممكن نزود جوه الكورس حاجات كتير نبدأ نعمل لها موديلنج.